وصل واحد من قرقوز قال أني وأبوكم دا نجيب الطريق. طلعنا قدامهم ماكو أي خبر، اتصلنا بهذا الرقم ما جاوب، لحد الآن ماكو أي خبر. سألنا اللي دي كانوا دي يجون من قرقوز صورة بيدنا، قالوا لا ما شايفين. مخيمات ما حد ما عرف. يعني بصراحة من جيت على القرقوش ما شفته تيأست، يعني بعد أقول هذا وما أشوف. يعني حتى أقول لك لو كان ميت كنت أجيبه وأرتاح أني وإلادي. يعني ساعتها عايشين على أعصابنا.